للمزيد حول زيارة هذه اللجنة البرلمانية إلى رأس غارب في البحر الأحمر ينضم إلينا إبراهيم عزت موفدنا إلى هناك ليطلعنا على أبرز مشاهداته والإجراءات التي تم اتخاذها كتدابير احترازية لعدم تكرار ما جرى، وربما يكون معه كذلك أحد أعضاء هذه اللجنة. تفضل إبراهيم. عم صباح الخير زميلي العزيز أحمد. يعني محطة جديدة للجنة الإسكان، نتجول من مدينة إلى أخرى. أسلفت منذ قليل أهم ما جاء في زيارتنا في لمدينة رأس غارب، هذه المدينة التي كانت حديث القنوات الإعلامية العام الماضي حينما تعرضت للكارثة الإنسانية بحلول فصل الشتاء والاطلاع على آخر الاستعدادات. ولكننا صباح هذا اليوم في مدينة جديدة داخل محافظة البحر الأحمر، هي مدينة الغردقة. نحن بصدد الآن زيارة محطة اليسر، هذه المحطة التي تعد أكبر محطة تحلية مياه في الشرق الأوسط وأفريقيا. وإذا تذكرت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا لمحافظة البحر الأحمر وخصوصا الغردقة عام 2014 لافتتاح المطار وميناء الغردقة، أعطى توجيهاته بسرعة الانتهاء من هذه المحطة. مزيد من التفاصيل حول هذه المحطة وحول يعني الجولة التي ما زالت مستمرة هنا في محافظة البحر الأحمر، بعد أن أرحب بضيفي الكريم في هذا البث الحي وهو دكتور إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب. بداية أنا بصبح على حضرتك بالطبع من هنا من على أجمل شواطئ يكاد يكون العالم هنا في الغردقة. طبعا الجولة لسه مستمرة النهاردة، موجودين في الغردقة. خلينا نعرف النهاردة تقريبا هنزور بصدد يعني بعد دقائق قليلة زيارة محطة اليسر، كيف ستساهم هذه المحطة للاستفادة بالطبع للمصريين ليس فقط هنا ولكن على الأقل في المحافظات القريبة لها؟ يعني عايز أقول أن هذه المحطة اللي أنت أشرت إلى أنها أكبر محطة في أفريقيا والشرق الأوسط لتحلية المياه، هذه المحطة الفيز الأولانية والمرحلة الأولى انتهت بالكامل وبتنتج 85,000 متر مكعب يومي لتغطية احتياجات منطقة محافظة البحر الأحمر. يمكن الاحتياجات الحالية اللي موجودة في المحافظة لا تزيد عن 64,000 متر، يعني بزيادة عشان التوسعات المستقبلية، وده شيء مفخرة لنا جميعا لأن ده بيبين قد ايه الهيئة الهندسية القوات المسلحة اللي كان مسند الى هذا المشروع بتوفي بوعدها، بتساهم في هذه النهضة الضخمة اللي بتشوفها مصر واللي احنا كلنا بنشكر القوات المسلحة عليها بالتعاون مع وزارة الاسكان. المرحلة الثانية هتبقى 85,000 متر ايضا، وهيبقى جزء منها بقى يستخدم كمياه شرب نقية كذلك. فالمجموع الضخم ده من كمية المياه اللي هتوفر او موفرة حاليا، احنا كلجنة اسكان غيرنا اسلوب عملنا، ما يبقاش مناقشات على نظرية، لا نتابع المشروعات الوطنية على ارض الواقع، على ارض الواقع، عشان فعلا احنا بنفخر زي ما فخرنا امبارح باللي شفناه في منطقة رأس غالب وغارب، واللي حصل امبارح ده فعلا مخلينا يعني صراحة بنفخر ان بلدنا الحمد لله بتحول الكوارث والمشاكل اللي بيقابلها المواطن المصري الى حلول سريعة وجيدة، وده بلا شك بيصب في مصلحة النهوض بهذه البلد، وان الرئيس السيسي صراحة متابعته المستمرة، وانه اي مشروع بيفتتح مش بيتساب، لا ده بيتساب عشان نشوف مدى التطور ومدى التقدم وسرعة الانهاء وجودة الانهاء. نعم سيادة النائب، على حديث يعني اللي حضرتك ذكرته منذ قليل لزيارتنا لرأس غارب بالطبع مع لجنة الإسكان، بالطبع يعني هناك أسر يعني تضررت من أضرار السيول الشتاء الماضي، وأيضا الهيئة الهندسية أعدت إسكان اجتماعي، تطلعنا أيضا لهذا الإسكان بالأمس. ماذا عن الأسر التي لم تسكن بعد في هذا الإسكان؟ هناك بعض من الأسر تم يعني اللحق بها الضرر، التحق
تلحقت بهذا الإسكان، ولكن هناك أسر لم تلتحق بعد. بالتأكيد حضراتكم يعني ناقشتوا هذا الموضوع مع سكرتير عام المحافظة اللي كان في انتظار حضراتكم؟ طبعا، وإحنا تعمدنا نكون زيارتنا على الطبيعة، قابلنا الناس عشان نشوف هل هناك مشاكل أو مفيش. لقينا إن في جزء تم الانتهاء منه، وبقية المشروع شغال، وخلال 6 شهور هيكون مكتمل بالكامل. شفنا نموذج جديد لكيفية ان انا بعمل تطوير للسكن للمواطن المصري الغلبان اللي عايش في مساكن عشوائية. شفنا مساكن تم اعدادها بشكل، وانا دكتور مهندس شاري بأشيد وبقول اللي انا شفته ده تشطيبات على اعلى مستوى، مبنى يصلح للبيت العائلة اللي احنا عايزين نعمله، واللي ولادنا ومعظم ناسنا في الريف او في الصعيد بيحبوه، ان البيت مؤسس انه يتحمل دورين غير الدور اللي اتعمل عشان البيت العائلة. أخيرا بإجاز، هل شتاء يعني مطمئن لهؤلاء الأناس اللي تعرضوا للضرر في غارب؟ من واقع حضراتكم اللي اطلعتوا منه، شتاء مطمئن إن شاء الله؟ من واقع الزيارة العملية على أرض الواقع، أنا بأكد إن شاء الله لن تتكرر المأساة اللي حصلت السنة اللي فاتت. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك سيادة النائب. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو لقاء من هنا من محافظة البحر الأحمر، وتحديدا من مدينتها الأجمل، مدينة الغردقة. عودة مرة أخرى إلى زملاء الأعزاء بالاستوديو، الكلمة تعود إليك زميل العزيز. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت، مفادنا إلى محافظة البحر الأحمر في هذه الإطلالة كان من شواطئ الغردقة. شكرا جزيلا لك إبراهيم.